أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولين والآخرين، وأفضل التحية والسلام على حبيب القلوب وشفيع الذنوب أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. ألف تحية وألف سلام نبعثها لكل مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، ونحن معكم وإلى كل العالم من كربلاء المقدسة، من جوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، ومن جوار قمر العشيرة أبي الفضل العباسي عليه السلام في جنة الله في أرضه. ونحن نجدد اللقاء معكم في حلقة جديدة مباشرة من برنامج على أعتاب الضيافة الإلهية. دائما وأبدا نرحب بضيفنا دائم في هذه الحلقات، سماحة السيد الخطيب الحسيني هشام البطاط. مرحبا بكم سيدنا، ومساك الله بالخير والعافية، وهنيئا لك ولنا ولكل مشاهدينا ولكل زوار الإمام الحسين وجودنا في جنة الله في أرضه في كربلاء المقدسة، وفي هذا المكان بالتحديد بين الحرمين الشريفين، بين الحسين الحبيب وبين قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام. مرحبا بكم سيدنا، أهلا وسهلا بكم، والحمد لله على هذه النعمة، نشكر الله على ما أنعم. سيدنا، ليلة أمس يعني وقفنا عند موضوع كنت قد سألتك ما هو السر بأن يمتنع الإنسان المؤمن الصائم عن الطعام والشراب، وبالتالي هو شهر ضيافة الله. نعرف أن الإنسان الضيف يقدمون له الطعام والشراب كجزء من متطلبات هذه الضيافة. سألنا ما هو السر في أن يمتنع الإنسان الصائم عن الطعام والشراب مع أنه في ضيافة الله تبارك وتعالى؟ كان يعني بداية جوابكم أن المولى عز وجل جعلنا ضيوفه في شهر رمضان، وهذه الضيافة تارة تكون لأبداننا، تارة تكون لأرواحنا، لعقولنا. بالتالي الإنسان الذي إذا امتلأت بطنه يكون قريب، يعني ماذا أقول، إذا امتلأت بطنه يكون في حالة ليس، يعني ماذا أقول، لا يتوجه إلى الدعاء، لا يتوجه إلى أمور ثانية في رحاب طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أراد منا في رحاب الجوع والعطش بأن تكون يعني أرواحنا رقيقة، نذهب إلى التزود، من التزود الروحي إن صح التعبير. كانت هناك مقدمة يعني إجابتكم لسؤالنا، هل من تتمة لحديثكم سماحة السيد الحبيب؟ أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم أجمعين. مرورا على ما ذكرنا في الليلة الماضية من كون ضيافة الله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل الأحوال ضيافة عامة. نعم. لعله في قوله تعالى إشارة إلى هذه الضيافة العامة التي يرتع فيها الإنسان على مختلف أحواله ودياناته، يرتع فيها بنعمة الله العميمة التي لا تخص دينا دون دين، ولا تخص لونا دون لون، ولا شخصا دون آخر. في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلقني فهو يهدين، نعم، والذي يطعمني ويسقين. وفي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا هذه الآيات وغيرها من الآيات القرآنية الكثيرة التي تتحدث عن الواقع الذي نعيشه ونراه، ليس تنظيرا، وإنما نحن نرى ذلك الواقع بأعيننا، فنرى العالم بمختلف اتجاهاته، بمؤمنيه، بملحديه، بموحديه، بمشركيه، الكل يرتع بهذه النعم الإلهية المتاحة للجميع. فهذه ضيافة عامة لله سبحانه وتعالى، إلا أن الضيافة في شهر رمضان ضيافة خاصة. ضيافة استثنائية أستطيع أن أعبر عنها بأنها ضيافة روحانية، ضيافة روحية. الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان لم يستضف أجسادنا، وكما تعلمون أن الطعام والشراب واللذائذ والملذات والنزوات وإشباعها حاجة جسدية جسمانية، بينما ضيافة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين صفوة الموحدين في شهر رمضان ضيافة روحانية، ضيافة روحية، ضيافة فكرية، ضيافة عقلية. العلم يقول أن الإنسان حينما يمتلئ طعاما هذا الطعام يقعد به عن الارتقاء الروحي. أحسن. يعني بمعنى آخر بعبارة أوضح أن الإنسان المتخم لا يستطيع أن يفكر بشكل سليم، يكسل عن أداء الأعمال. هنالك أحاديث كثيرة تشير إلى قضية الكسل والبلادة والحماقة التي تترتب على قضية التخمة والامتلاء من الطعام وما شابه. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان المؤمن أن يخلق له حالة روحانية من الأجواء المعنوية والصفاء الروحي حتى يستطيع أن يرتقي بهذه الأجواء إلى مقامات أسمى من مقام عالم المادة. هذا أمر. الأمر الآخر، البعض من الناس يفهم الضيافة في شهر رمضان الكريم، بل يفهم فضيلة شهر رمضان وكرامة وكرم هذا الشهر الفضيل على أنه عبارة عن صناعة الأطباق وصناعة الألوان المختلفة من الأطعمة والأشربة. فالكثير من الناس يتهيأ ويتفنن في شهر رمضان للقيام بهذه المهمة. جيد. وكأن شهر رمضان شهر لذة يتلذذ بها الإنسان بإعداد أنواع الأطعمة التي قد لا يقوم بإعدادها في سائر الأيام والشهور، مع أن القرآن الكريم أشار إلى أن الإنسان يأكل ويشرب هنيئا مريئا في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا هنيئا مريئا. جميل. ولكن لا تنحصر رؤيتكم لشهر رمضان الكريم بهذا الحد، وإنما هنالك غاية أسمى من ذلك. جميل. البعض الآخر قد ينظر إلى شهر رمضان الكريم على أنه فرصة مؤاتية للقيام ببعض العادات والتقاليد الشعبية التي لا تعدو أن تكون أعمالا لهوية وأعمال خالية من المنافع والفائدة، إلا أنها أعمال تسلية يعني. فكأن هذه الشهور والأيام تعطل في هذه الأعمال ويكون موسمها في شهر رمضان، فتحيا الليالي وتقضى الساعات الطويلة في مزاولة هذه العادات والتقاليد. جميل. البعض الآخر يجد أن شهر رمضان الكريم موسما للتمثيل وقضاء الوقت مثلا في متابعة التمثيليات والمسلسلات والأفلام وما شابه. للأسف. كل هؤلاء وغيرهم لا أعتقد أنهم استطاعوا أن يحصلوا أو ينالوا شيئا ولو يسيرا من معطيات هذا الشهر الكريم ومن فضيلته الحقيقية ومن كرامته التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن يكرم بها عباده المؤمنين. جيد. لذلك أنا نصيحتي قبل أن أكمل لأحبتي المؤمنين والمؤمنات أن لا يشغلوا أوقاتهم بمثل هذه الأعمال، ولو أرادوا أن يقوموا ببعض هذه الأشياء فلا يشغلوا جميع أوقاتهم بها. جميل جدا. فشهر رمضان موسم لتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار وقضاء ما فات وما شابه. إذن هذه همسات نورانية من خلال كلامكم سيدنا، ونحن مقبلون في أيامنا المقبلة على شهر الضيافة الإلهية، على شهر رمضان، شهر الطاعات يعني الابتعاد عن كل ما هو له، ويتوجه الإنسان حتى يرتقي بنفسه إن شاء الله إلى يعني أسمى الكمالات بإذنه تبارك وتعالى. من المفترض طبعا الإنسان المؤمن أن يسمو عن ذلك، أن يترفع عن ذلك. البعض الآخر وهو البعض الذي نأمل أن نكون منه، ونأمل أن يكون المؤمنون على هذا النحو، أن هذا البعض يتخذ من شهر رمضان الكريم موسما روحيا، موسما عباديا، موسما معرفيا، فكريا، علميا، يتزود به عقيدة، يتزود به معرفة، يرتبط من خلاله بالله سبحانه وتعالى ارتباطا صحيحا، يتزود تقوى فإن خير الزاد التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقوم الإنسان المؤمن بتصحيح وتدارك ما فاته في سائر الأيام، يتداركها في شهر رمضان الكريم، كما أشارت الخطبة الشريفة التي جعلتم منها حديثا ومدارا لموضوعنا وحلقاتنا. جيد، دعنا أقف وقفة ومن ثم أنتقل إلى الخطبة إن شاء الله. يعني عشنا أيام شهر رجب بعافية وبخير وسلامة، ونحن ما زلنا في رحاب شهر شعبان المعظم، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن مقبلون على شهر الضيافة الإلهية، شهر رمضان المبارك. يعني اليوم كل إنسان معدنا، ماذا يحتاج برأيكم للبدء بالطاعات الحقيقية التي توصل إلى التقوى؟ الآية القرآنية المباركة في رحاب سورة البقرة الآية 183 بسم الله الرحمن الرحيم اللي ذكرتها يوم أمس حضرتك، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية المنشودة من طاعات الصيام هي الوصول إلى التقوى. برأيكم يعني ما هو البرنامج العبادي والبرنامج الروحي، البرنامج السلوكي الذي يعني يقوم على نطاقه الإنسان الصائم حتى يصل إلى غايته المنشودة، وهي موضوعة التقوى وإلى الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى سيدنا العزيز؟ طبعا أنا أحب أن أتمم ولو بنحو مجمل قضيتين لعلها تكون من جملة الإعداد والبرنامج الذي يمكن أن يقوم به الإنسان ما قبل شهر رمضان وأثناء شهر رمضان وما بعد شهر رمضان الكريم. نعم. وطبعا إتماما لما مر من سؤالكم الأول، أن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، وكما تعلمون أن عبادة الصيام يعد لها الدين الإسلامي ورواياتنا الشريفة، والنبي المصطفى وأهل البيت قاموا بالحث على مزاولة وممارسة الصيام في شهر رجب وفي شهر رمضان، وكأنه من أعمال التهيؤ التي يتهيأ بها الإنسان للدخول في شهر رمضان الكريم. جيد. إلا أنه في قضية الإمساك، قبل أن أدخل في قضية التقوى وموضوع عميق، في قضية الإمساك عن الطعام والشراب هنالك قضيتان. القضية الأولى أشارت إليها خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال وتذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. نعم. فالجوع والعطش في نهار شهر رمضان تترتب عليه آثار مبدئية عقدية، وتترتب عليه آثار عملية واجتماعية أيضا. الإنسان أمام حياة أخرى، المؤمن طبعا يعتقد بحياة أخرى يطول فيها وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة الأخرى فيها نحوان من الطعام، طبعا فيها جوع، فيها عطش، وفيها نحوان من الطعام والإطعام. الإنسان من خلال المرور الممارسة في شهر رمضان الكف والامتناع عن الطعام والشراب، عليه أن يتذكر، بل لعله قهرا يتذكر ذلك الموقف الذي فيه نحوان من الطعام أو الإطعام. نحو أول أشار إليه القرآن الكريم طبعا يتعلق بالمؤمنين. جميل. وطعام المؤمنين يقول وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. هذا بالنسبة إلى المؤمنين. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. إذا طعام وشراب من نحو خاص. آيات أخرى الآن لا أريد أن أطيل عندها، وهنالك نحو آخر من الإطعام والإرواء أيضا، إلا أنه يقول تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. هذا المشهد الذي سيواجهه الإنسان ويكون بين هذين الحالين، ينبغي للإنسان أن يتذكر في نهار شهر رمضان ذلك الموقف، فيكون من أهل أي طعام ومن أهل أي شراب في ذلك الموقف. المسألة التي أحببت أن أشير إليها أمام المستمع والمشاهد الكريم، هناك قضية أيضا أشار إليها النبي المصطفى في خطبته، وهي إشارة دقيقة وآثار اجتماعية وتربوية عظيمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وتحننوا فيه على أيتام الناس، وتحنن على أطعموا الفقراء المساكين. هنالك مسألة الصوم أو الكف عن الطعام والشراب أو الجوع والعطش في نهار شهر رمضان، من جانب أنه امتناع عن الملذة، ومن جانب آخر يعتبر أو تعتبر هذه العملية عملية إحياء لما قد يموت في كينونة الإنسان، الضمير، الوجدان، الإحساس، وطبعا الإحساس بمشاعر ومعاناة وآلام الآخرين من المحتاجين والفقراء. الإنسان قد ينسى هذه المعاناة حينما يكون منعما مترفا في معظم أوقاته، متخما من طعامه وشرابه، ينسى المعاناة التي يعيشها أولئك الفقراء، ينسى ذلك الفقير الذي لا يستطيع أن يجلب قوتا لعياله وأطفاله، ينسى ذلك الفقير الذي لا يستطيع أن يطعم عياله فاكهة أو لحما أو طعاما، ويتضور أطفاله من الجوع ويبكون من الجوع وهو عاجز عن سد رمقهم. لذلك لما سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن فلسفة وعلة الصيام والإمساك والجوع والعطش في نهار شهر رمضان، قال الإمام عليه السلام بما معناه أن الله عز وجل فرض الصيام ليجد الأغنياء مس الجوع والعطش ليتذكروا بذلك جوع الفقراء وعطشهم وحاجتهم. جميل جميل. أما بالنسبة إلى ما يتعلق بسؤالكم، وهو سؤال ثمين للغاية، فيما يتعلق في موضوع التقوى وما هو البرنامج العبادي الذي يمكن للإنسان أن يقوم به للتهيؤ أو للدخول في عالم التقوى وفي شهر رمضان الكريم، أنا أعتقد أن الكلام قاصر وعاجز عن الحديث عن هذه النقطة المهمة، لأن التقوى عالم واسع وبحر عميق. أكيد، لكن أضعف الإيمان سيدنا اليوم إذا ما دخلنا شهر رمضان، بعض الأمور قد تكون مبهمة عند الإنسان. ماذا يفعل من أول الصباح، من أول وقت السحر إلى أن يصل إلى الإفطار، حتى يكون في حالة روحانية يعني ما شاء الله يعني. فبالتالي حتما هناك فرد برنامج عبادي يقوم به الإنسان، هناك برنامج روحي لتسمو روحه بحالة الكمالات الروحية في شهر رمضان، هناك برنامج سلوكي شنو أسوي أنا بشهر رمضان. طبعا التقوى كما تعلمون ساحل الأمان التي ينبغي أن يبحر إليها الإنسان بسفينة واسعة وسفينة ضخمة. هذه السفينة طبعا التي تعبرون عنها بالبرنامج الروحي والسلوكي والعبادي والعملي الذي ينبغي للإنسان أن ينتهجه حتى يصل إلى عالم التقوى. إذا صار بناءنا أن نعدد الأعمال والبرنامج الذي ذكرته الروايات الشريفة ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول الله أغنانا أكيد في ما ذكره من برنامج عملي سلوكي أخلاقي تربوي في خطبتي الشريفة التي سنمر على بعضها لعلنا على بعضها، لعلنا لا نستطيع أن نستقصي، لكن إذا شئنا أن نعدد فنقول من أهم الأعمال التي ينبغي للإنسان أن يقوم بها كبرنامج عبادي تلاوة القرآن الكريم. جميل. الإكثار من الاستغفار. جيد. صلة الأرحام. الإنسان يعمل على أن يكون أخلاقه أو تكون أخلاقه حسنة. جيد. يعني يحسن أخلاقه، من حسن فيه في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. التحنن على الأيتام، الصدقة على الفقراء والمساكين. هنالك برامج كثيرة، ولكن أنا أحببت أن أنتقل بكم وبالمشاهد الكريم إلى عالم أدق من ذلك. حينما نتحدث عن التقوى لا بد لنا أن لا ننسى وأن لا نغفل خطبة مولانا ومولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تلك الخطبة التي عرفت بخطبة المتقين. جميل. أنا أذكر نحوا إذا تسمحون، يلا سيد تفضلوا، نحوا من هذه الكلمات العظيمة. طبعا أحد أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اسمه همام طلب من أمير المؤمنين أن يصف له المتقين، فأمير المؤمنين غض الطرف عن ذلك واكتفى بقوله لهمام، قال له: يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكن همام لم يكتفي بذلك، فقام وعزم على أمير المؤمنين، أقسم عليه أن يصف له حال المتقين. الآن نحن إذا أردنا أن نكون من المتقين إما أن نكون على هذا الحال وإما أن نسعى على أن نكون كذلك كما وصف أمير المؤمنين المتقين. ونحن نريد أن نتحدث عن برنامج عبادي روحي سلوكي نصل من خلاله إلى عالم التقوى. جميل. فأمير المؤمنين، لاحظوا التفتوا، أمير المؤمنين رفض أن يتحدث إلى همام عن صفات المتقين وعن أحوالهم، إلا أن همام أقسم على أمير المؤمنين وعزم عليه أن يصف له حال المتقين، فقال أمير المؤمنين هذه العبارات العظيمة التي أرجو أن تلتفتوا ويلتفت المشاهد الكريم إلى هذه الكلمات، فقال أمير المؤمنين: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما، أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. جميل. آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها. بدأ أمير المؤمنين يتحدث عن المتقين، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب. لاحظ، بدأ أمير المؤمنين بمنطق الإنسان الذي لا يكاد أن يفارقه، فلا بد للإنسان أن يحافظ على منطقه فيكون منطقه صوابا دائما. طبعا هذا أمر من المتعسر على الإنسان أن يتحصل عليه إلا بعد المجاهدة والترويض أكيد رياضات النفس. نعم. منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد، يعني الملبس المتواضع البسيط يعني، ومشيتهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. يعني حالهم في الرخاء في الابتلاء، الآن نحن نعيش حال الابتلاء، أنفسهم في حال الرخاء وفي حال الشدة وفي حال الابتلاء واحدة، حالهم أكيد لا يختلف أبدا. لماذا؟ لأنهم يتكلون على الله، يرتبطون بالله سبحانه وتعالى. هنا الكلام الجليل: ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم أبدا طرفة عين، شوقا إلى التواب وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. إذا عظم الخالق في نفس الإنسان أصبح الطريق إلى التقوى يسيرا، وأصبحت التقوى في متناول الإنسان مهما كانت عسيرة وبعيدة. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه، في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها. تلتفتون إلى هذا الكلام، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مريحة يسرها لهم ربهم. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون أقدامهم. عبادة الليل وصلاة الليل ومناجاة الليل. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونها ترتيلا، يحزنون أنفسهم ويستبشرون به أو يستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق، لاحظ قراءة القرآن بالنسبة إلى المتقين تختلف عن القراءة العادية أكيد أكيد. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا. إلى آخر ما يقول أمير المؤمنين، لعلي أطيل عليكم من البيان، لكن أرجو من المؤمنين أن يقرأوا خطبة المتقين. هذه الخطبة التي لما سمعها همام خر ميتا، الله أكبر، في الحال. فقال أمير المؤمنين: هذا ما كنت أخشاه عليه، أهكذا تصنع المواعظ الصادقة بأهلها؟ سمع هذا الكلام فخر ميتا. فالتقوى عالم عظيم، وبرنامج التقوى أعد لنا في القرآن الكريم، في سنة رسول الله، في كلمات أهل البيت ورواياتهم، في خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أحسن سيدنا، طيب الله أنفاسك، وسلام الله على حبيبنا أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام. كأنك أيضا تتكلم عن أشخاص هم إذا ما دخل شهر رمضان أيضا انصفوا أرجلهم للصلاة، تلوا القرآن الكريم، يعني أبحروا في رحاب الدعاء، وخاصة أدعية أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام. هناك من هو قد صام صوم الجوارح، صوم الجوانح، قد أخذوا من صفات المتقين. فهنيئا لمن هم في هذا الشهر الفضيل يعني يدخلون هذه المداخل الروحية حتى يسمون بنفوسهم الطيبة. سيدة، خلينا ندخل للوقت اللي موجود عندنا، ندخل إلى خطبة النبي من بدايتها. روحي له الفداء، النبي الأكرم نادى بالناس في آخر جمعة من شعبان قبل أن يعني يرحل بتلك السنة، روحي له الفداء: أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. هناك بعض التساؤلات في رحاب هذه المقدمة، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله موضوعة أيها الناس، يعني هذه المنادات أيها الناس، ما قال أيها المؤمنون، أيها الصائمون مثلا، يعني ما هي دلالات عن موضوعة لماذا قال أيها الناس؟ أحسنتم. أولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون أن تشريع فريضة الصيام كان في السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحديدا بعد 15 عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وآله ومن مجيء الرسالة الإسلامية. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام الدعوة إلى الله وفي مقام هداية الناس، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس فرادى ويدعوهم جماعات، وهذا يقتضي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون خطابه خطابا عميما وخطابا شاملا للناس، انطلاقا من قوله تعالى أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا لأمة دون أمة ولا لجماعة دون جماعة ولا لقومية دون قومية، وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله للإنسانية وما فوق الإنسانية، بعث للعالمين كافة. الآيات القرآنية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته كان عالميا، كان إنسانيا، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله مشفقا على البر والفاجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى جاهدا لإنقاذ عباد الله من الضلال ومن الشرك ومن الكفر ومن النار، إنقاذهم من التعاسة الدنيوية ومن الشقاء الأخروي، حتى لو أن رجلا أو إنسانا مات كافرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي حزنا عليه رحمة به ويقول هذه رقبة أفلتت مني إلى النار، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مشفقا، كان حريصا، كان رحيما، كان ودودا، تجسدت فيه أسماء الله الحسنى وصفاته الحميدة، فهو المحمود وعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله على محمد وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وآله في معظم خطاباته كان رسول الله عالميا وكان إنسانيا، وكانت دعوته دعوة عامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدين بغض النظر عن شخص النبي وشعور النبي ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الدين الإسلامي ديانة عالمية، ديانة إنسانية. الله سبحانه وتعالى في كثير من آياته دعا الناس كافة للأخذ بشريعة الإسلام والعمل بالإسلام في أصوله وفي فروعه. نعم. طبعا هنالك مسألة مختلف عليها تثار في علم الكلام ويثيرها الفقهاء أيضا وتثار في علم الأصول، هنالك اختلاف بين المسلمين بين العامة والخاصة، وحتى بين الخاصة بين فقهائنا فيها اختلاف. مشهور العلماء يقولون بأن الكافر يعني غير المسلم غير المؤمن، هل أن الكافر غير المسلم غير المؤمن مكلف بالعبادات بالفروع أم ليس مكلفا؟ طبعا لما تثار هذه المسألة إثارتها فيها آثار، فيها ترتبات كثيرة تترتب عليها. جيد سيدنا العزيز. مشهور العلماء. نعم عفوا، يعني أشار زميلنا المخرج إلى انتهاء الوقت في حلقة هذا اليوم، مضى السريع عن الدقائق في رحاب حلقة هذا اليوم، يعني أيضا نرجع الكلام إلى حلقتنا المقبلة في نفس الزمان والمكان يوم غد لو سمحت إن شاء الله. داعينا لك بالخير، يعني الحقيقة الحديث وياك شيق جدا، والحديث يحتاج إلى يعني حلقات كثيرة حتى نكمل، احتمال أيضا لا نكمل حقيقة سيدنا. الله أنا سامحني كثيرا سمحت سيد هاشم. أنا أعتذر إذا كنت أسهبت في الحديث. لا بعض كلام المجالات. لا كلام في محله إن شاء الله. شكرا جزيلا عزيزنا سمحت سيد هشام البطاط. الملتقى معك يوم غد بإذنه تبارك وتعالى. سيداتي سادتي سامحونا، انتهت هذه الدقائق في رحاب حلقة هذا اليوم من برنامج على أعتاب الضيافة الإلهية. لنا تواصل معكم بإذنه تبارك وتعالى يوم غد بإذنه تبارك وتعالى في نفس الزمان والمكان. إلى ذلك الحين لكم تحية وسلام من كل كادرنا العزيز والحبيب كادر قناة الإمام الحسين الفضائية. إلى الملتقى، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. إلى اللقاء.